أجواء شتوية رمضانية، شايفين ركوب الخيل للأطفال عامل إزاي والجو جميل عند بير مسعود، بجد حاجة تحفة ورمضان كريم. هنا أجواء قبل الفطار بنص ساعة، شايفين البنات اللي بتكتب على الحيطة، وشايفين الشباب اللي بتتصور، واللي بيتفرجوا على البحر، واللي بيبصوا على بير مسعود، كل يغني على ليلاه ورمضان. رمضان في اسكندرية حاجة تانية. الولد ده ايه اللي نزله بير مسعود كده؟ بيستحمى ولا ايه؟ ولا بيدور على فلوس؟ وننزل ازاي وهيطلع ازاي؟ كمان قبل الفطار بنص ساعة رمضان في اسكندرية حاجة تانية. هبتدي اكلمكم النهاردة على بير مسعود والمجرة الكبيرة والمجرة الصغيرة والبير اللي في النص ده، وياريت تبقوا عارفين الاسكندرانية بيقولوا عليه اسم معين ما يعرفوش غير كل اسكندراني اصيل، والبير ده بيتقال عليه بير العسكري. البير ده عمقه حوالي 4 متر. البير ده ميته من تحت مية تحفة، مية شفافة، وطبعا تقدر تنزله من تحت وتقدر توصل شمال لبير مسعود، بس انا منصحش اي حد يعمل كده، اللي البير اتقفل ومحدش دلوقتي بينزل البير. بس انا بكلمكم على خط سير المية، بيروح فين وبيجي منين؟ ايوه، بيجي من البحر الكبير اللي هو المجرى الكبيرة ده، بيخش بيبقى فيه مكان وفيه فتحات بتوصل لحد بير العسكري، ومن بير العسكري بتطلع لحد بير مسعود. الكلام ده طبعا قبل ما البير يتسد، هو دلوقتي مسدود. بصوا كده الحتة اللي انا هقول لكم عليها دي، هي اللي قدامنا دلوقتي دي، بيخش منها المية بتوصل لحد بير العسكري، وبير العسكري بيوصل لبير مسعود. طبعا دي اسمها المجرى الكبيرة اللي قدامنا، ميتها تحفة والمية جميلة، وياريت مش اي حد ملهوش في السباحة يفكر ينزل، اللي ممكن يتخبط في صخرة لا قدر الله. بس هنا الصيد هنا حاجة تانية بجد، الناس اللي بتعرف تصطاد وبتعرف تصطاد حساس بتطلع سمك جميل جدا، وكمان اللي بيصطاد بفلة كمان سمك في اوانه مش في اوانه. دي اللي قدامنا بقى، دي المجرة الصغيرة. المجرة الصغيرة دي اخت المجرة الكبيرة، هناك دلوقتي عموما عشان خاطر القرار بقى اوسع واكبر. انا بصور لكم قبل المغرب بحوالي نص ساعة، شايفين الشمس عاملة ازاي؟ بتقدر